هو يسأل يقول هل يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية؟ نعم يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكيف يفهم أحكام الإسلام، كيف يقرأ القرآن، كيف يقرأ يعني يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يؤدي الصلاة، كثير من الأشياء اللي هي عبارة عن أذكار مخصوصة. يعني ما يصير يقرأ الفاتحة بالإنجليزي مثلا، ما يصير يقول سبحان ربي العظيم بالإنجليزي أو سبحان ربي الأعلى بالإنجليزي، طيب التحيات ما يصير يقولها بالإنجليزي. يعني في أشياء لابد أن يتعلمها، لا تقوم العبادة إلا بها، لابد منها، لكن يتعلم من اللغة العربية ما يقيم عبادته، ويبقى ما سوى ذلك يستحب له أن يتعلمه كطلب العلم الشرعي وما شابه ذلك عن طريق اللغة العربية.